بالمقدمة عم نحكي عن الحدث التركي الجلل صراحة اللي صار من يومين، وكثير من الأشخاص ترقبوا وتوتروا، وممكن كثير من الأشخاص كانوا قلقين لأبعاد هذا البيان اللي صدر من الضباط 103 من الضباط والجنرالات المتقاعدين من الجيش التركي، أغلبيتهم من قوات البحرية. ردود فعل غاضبة على المستوى الشعبي والرسمي في تركيا بعدما أبدوا اعتراضهم على مشروع قناة اسطنبول المائية، في تحرك اعتبر بمثابة تدخل من العسكريين في الشؤون السياسية للدولة التركية. تفاصيل أكثر رح يكون معنا، بصرنا أنه نستضيف الأستاذ حمزة تكين الكاتب والصحفي التركي. يسعد صباحك أستاذ حمزة. صباح الخير لك سيدتي الكريمة وللمستمعين الكرام. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك أستاذ حمزة. صراحة كثير من الأشخاص حابين يعرفوا ما هو هذا القرار الصادر من هؤلاء، من قبل هؤلاء الضباط المتقاعدين في الجيش التركي. تفاصيل أكثر لو نعرفها من حضرتك. دعينا نبدأ لو سمحت سيدتي الكريمة بالخبر العاجل اليوم. صدق. بدأت عملية الاعتقالات لعدد من هؤلاء الجنرالات. اليوم صباحا قامت قوات الأمن التركية باعتقال نحو 10 جنرالات من هؤلاء الذين وقعوا على هذا البيان. تم استدعاء 4 جنرالات آخرين، وبالتالي نحن أمام خلال الساعات المقبلة أمام عملية اعتقال أوسع ربما. لماذا هذه العملية؟ لماذا هذه الاعتقالات؟ لأن هؤلاء الجنرالات 103 جنرالات بالقوات البحرية التركية، طبعا هم جنرالات متقاعدين كما ذكرت، أصدروا مساء السبت بيان انتقدوا فيه واعترضوا فيه على قناة اسطنبول وعلى توجهات الحكومة التركية فيما يتعلق بهذا المشروع وعلى بعض الاتفاقيات الدولية التي مر عليها نحو 100 سنة. وبالتالي رأينا بعيد هذا البيان الأمر الملفت للنظر، الهبة الشعبية الكبيرة والهبة السياسية الكبيرة في تركيا من أحزاب المعارضة ومن أحزاب الموالاة. على مدى 24 ساعة البيانات كانت بالمئات، التغريدات، المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، التعليقات السياسية بالمئات بالآلاف. كل هذا الأمر صور على أنه أمر مشابه لما حصل في 15 تموز 2016. صحيح. بصورة مختلفة هذا الأمر، يعني الناس لم تنزل إلى الشوارع، ولكن كانت مواقع التواصل الاجتماعي، كانت الحركة السياسية في تركيا مشتعلة بنفس الطريقة التي كانت عليها الصورة في 15 تموز 2016 رفضا لهذا البيان. أي أننا نستطيع أن نقول أننا أمام صورة مشابهة بطريقة أخرى لإفشال عملية انقلابية جديدة كادت تبدأ أو كادت مؤشراتها أن تحصل في تركيا بسبب هذا البيان. وبالتالي نجح الشعب التركي، نجح السياسيون الأتراك بمعارضتهم بموالاتهم بمنع بعض قيادات الجيش السابقين، وربما قد يكون البعض على رأس عملهم. نعم. من التدخل بالحياة السياسية. طيب أستاذ حمزة، صراحة العديد من الأشخاص ممكن الآن يتساءلون، يعني البيان صدر رفضا لقناة اسطنبول، طيب لو باختصار ممكن أن تضعنا بصورة تفسيرية بسيطة لقناة اسطنبول أصلا، لماذا هذا الاعتراض على هذه القناة؟ سيدتي الكريمة، يعني من يتابع الأحداث التركية فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة قبل نحو 19 عاما، يرى أن كل المشاريع الكبرى في تركيا كان يعترض عليها وتنتقد من قبل هذا الجو الذي ينتمي إليه هؤلاء الضباط المتقاعدون، الجو اليساري العلماني المتطرف أقصد. يعني مثلا على سبيل المثال، هم اعترضوا على اليوم أكبر مشروع في العالم يوصف، مشروع مطار اسطنبول الأكبر في العالم، ولكن في نهاية المطاف تم هذا المشروع. يعترضون على كل مشروع يفيد الدولة التركية ويجعل من تركيا قوة استراتيجية، قوة إقليمية وقوة دولية. وبالتالي هذه توجهات واضحة أنها ليست
مجرد توجهات داخلية. اليوم هم يعترضون على قناة إسطنبول. هذه القناة هي توصف من قبل الخبراء أنها أحد أكبر المشاريع في العصر الحديث في العالم. هذه القناة ستقسم القسم الأوروبي من إسطنبول إلى قسمين اثنين، وتربط البحر الأسود ببحر مرمرة ثم ببحر إسطنبول بقناة مائية تسمح للسفن التجارية والسفن العسكرية بالعبور، وبالتالي تستفيد تركيا اقتصاديا واستراتيجيا على المدى الطويل من هذه القناة، وبالتالي تتحول تركيا لقوة إقليمية مسيطرة على مثل هذه مثل هذا الممر البحري الهام، خاصة بهذه المنطقة الحساسة من الكرة الأرضية. نعم. يعني هذا المشروع باختصار سوف يعطي تركيا قوة كبرى اقتصاديا وسياسيا في المرحلة المقبلة. لذلك اليوم كما اعترضوا سابقا على المشاريع الكبرى، هذا التوجه الموجود في الداخل التركي بإعاز خارجي، يعترضون مجددا على هذه القناة. ما أريد أن أقوله باختصار هنا أنهم لنوضح للمستمعين والمشاهدين، كما تم الاعتراض سابقا على المشاريع الكبرى وأنجزت في تركيا، كما يعترضون الآن حتى على قضية التنقيب التركي شرقي المتوسط عن الغاز والنفط. تركيا مستمرة، الحكومة التركية بالدعم الشعبي بالدعم السياسي لغالبية الأحزاب في تركيا مستمرة بمشاريعها الكبرى. رغم هذا البيان، رغم ما حصل من بلبلة، تركيا والحكومة التركية مستمرة بمشروع قناة إسطنبول. والدليل أن بعيد البيان بسويعات قليلة خرج وزير النقل التركي هو أعلن عن بدء المناقصات فيما يتعلق بالقناة، وهذه رسالة أننا مستمرون رغم تحركاتكم المشفوة. نعم نعم أستاذ حمزة، بالفعل يعني توضيحات مهمة للغاية. لكن بسؤالنا الأخير، لو بعيد الشر يعني طبعا، لو لم يتم مباشرة، لو لم تظهر ردود الفعل القوية الشعبية بالفعل الرافضة بشكل كبير جدا لهذا البيان، لو لم تظهر هذه الردود الشعبية، هل كنا بالفعل أمام محاولة انقلاب ممكن أن تتوسع أكثر؟ نحن أمام، يعني لنكون واضحين، نحن أمام محاولة انقلاب. نعم. نحن أمام محاولة انقلاب بدأت بهذا البيان، ولكن وئدت بسبب ردة الفعل الشعبية. وكذلك لا نقلل من أهمية ما صدر من تصريحات من سياسيين أتراك وبيانات حزبية من الموالاة ومن المعارضة. أنا أستبعد وجهة النظر أو التصور الذي يقول أننا ربما لم نكن، أو ربما هذه الهبة الشعبية ربما لا تحصل. تركيا، نحن في عصر جديد في تركيا. نعم. منذ 15 تموز 2016 أصبح فيها الشعب التركي والسياسيون الأتراك برأيي أكثر نضوجا بالقضية السياسية ورفضا للتدخلات العسكرية في الساحة السياسية التركية. لذلك من الصعب ابتداء من 15 تموز 2016 من الصعب على أي تحرك عسكري في تركيا أن ينجح. ليس من السهل، ليست الأمور كما كانت قبل 15 تموز 2016. لذلك اليوم من سعى لهذه المحاولة الجديدة، الجهات التي تقف خلف هؤلاء الجنرالات حاولت كما يقال أن تدس نبض الشارع التركي والسياسيين الأتراك بهذا البيان. هل تستكمل الخطوات أم تتوقف؟ تتراجع بطبيعة الحال، تراجعت رغما عنها وبسبب الردة الشعبية، ردة الفعل الشعبية والسياسية والاعتقالات كما ذكرنا في البداية بدأت. نعم. والمحاسبة القانونية والقضائية سوف تتوسع خلال الساعات المقبلة ضد هؤلاء الذين أعطوا إشارة لمحاولة انقلابية جديدة. نعم، أنا بدي أشكرك الأستاذ حمزة تكين، بالفعل التوضيحات مهمة للغاية، وخاصة بأنه حضرتك نقلت لنا الأخبار العواجل اللي عم تصدر تباعا فيما يتعلق بهذا الموضوع. نتمنى السلامة لشعب تركيا وقيادتها أكيد بإذن الله تعالى. بدي أشكرك الأستاذ حمزة تكين الكاتب والصحفي التركي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا، أهلا وسهلا فيك. متابعينا، هي كانت فقرتنا لليوم المتعلقة ب